منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد صنفت مصر للعام الثاني على التوالي كوجهة استثمارية أولى على مستوى القارة الإفريقية، وده نتيجة جهود الدولة المصرية من أجل التكيف مع تداعيات الأزمة العالمية المتتالية وأيضا الحالة الاقتصادية العالمية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد. خلينا نعرف يعني إيه مصر هي الوجهة الأولى في الاستثمار في أفريقيا؟ إزاي تم هذا التصنيف وإزاي نستفيد من هذا الأمر؟ بصحبتنا على الهاتف الدكتورة حنان رمسيس المحلل المالي، هتتكلم معنا على كل هذه المحاور. دكتورة حنان، بعد التحية، ماذا يعني؟ يعني على أي أساس تم تصنيف الأونكتاد لمصر كوجهة استثمارية أولى على المستوى الإفريقي؟ صباح الخير يا فندم. طبعا التقرير اللي قدمته الأونكتاد عن الاستثمارات داخل مصر متعلق بالعديد من النواحي، مهتم طبعا ان مصر وجهة استثمارية للمرة الثانية على التوالي، بيتحدث عن العديد من الاتاحات اللي اتاحتها الدولة لاجتذاب الاستثمارات الخارجية على الرغم من الصدمات الخارجية والداخلية اللي بتتعلق بالنواحي الاقتصادية. بيتحدث التقرير عن ان مصر تاخد التدابير اللازمة لدعم بيئة الاستثمار، الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، تطوير السياسات المالية والنقدية لتحقيق معدلات نمو متوازن، يعني معدلات التعافي في العديد من القطاعات، طبعا الى جانب اهتمام الدوله بتشكيل المجلس الاعلى للاستثمار برئاسه رئيس الجمهوريه في 2023 اللي بيهدف الى تعزيز التنسيق وفعاليه انشطه الترويج للاستثمار. وشفنا فعلا مصر تقدمت في العديد من المراكز فيما يتعلق بالاستثمار، واهتمت كمان بالعديد من المحاور الاستثماريه اللي بتستغلها في الترويج للهيدروجين الاخضر والطاقه النظيفه والطاقه المستدامه والمتجدده. طبعا ده بيزود من مكانه مصر استثماريه وبيخليها يعني وجهه استثمار جيده بالنسبه للمنطقه الافريقيه. طبعا التقرير تحدث عن تصنيفات الاستثمار داخل القاره الافريقيه، وتحدث ان مصر من الدول اللي بيجي لها استثمارات وتدفقات جيده جدا في 18.6 من اجمالي الاستثمارات المتواجده في افريقيا بتحظى بيها مصر. افريقيا طبعا بيستثمر هل حدد التقرير ده عدد من المجالات المعينه اللي دخل فيها الاستثمار الاجنبي المباشر طبعاً لمصر؟ حدد العديد من الأنشطة زي الهيدروجين الأخضر، الأدوية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهواتف المحمولة، الاهتمام بالمحاور الاقتصادية المتواجدة داخل مصر اللي بتتيح الفرصة لتواجد صناعات وتوطين صناعات جديدة، في كمان قطع غيار السيارات، في كمان الحاصلات الزراعية والمنتجات الأغذية وما تقوم مصر تصديره إلى الخارج. طيب، فهو تقرير شامل للعديد من الأوجه الاقتصادية اللي كمان بتشجع المستثمر الأجنبي أن يلاقي الفرص الاستثمارية الواعدة داخل الأراضي المصرية. إيه الميزة النسبية اللي بتضاف للمستثمر وإزاي التصنيف ده هيخلي المستثمر يبص لمصر؟ طبعا الميزه النسبيه ان في يعني عندنا طبعا اهتمام بالشباك الواحد للمشاريع الاستثماريه اللي بيسهل التدابير والتسهيلات للاستثمار من خلال الحصول على تراخيص وتصاريح ذات العلاقه بالاستثمار. كمان في ما بيسمى بالرخصه الخضراء الذهبيه، ودي بتتيح للمستثمر ان هو يقوم بمشاريعه في المناطق الاستثماريه والمحاور الاقتصاديه بتكلفة منخفضة، وبتساعد الدولة من خلال تحديد بعض المشاريع اللي ممكن ان هو يعمل فيها ويبتدي الاستثمار مباشرة. والى جانب الاهم حاجة بتتيح له البنية التحتية الجيدة اللي ممكن يقوم بها الاستثمار، لان في العديد من دول العالم الاستثمارات بتبقى مربوطة ببنية تحتية فبيتم اعداد البنية مع المشروع. ده طبعا بياخد وقت وبيستهلك مع المستثمر يعني تكاليف باهظة، انما لما بتكون البنية التحتية متواجدة فبتسهل حركة الاستثمار حتى يقوم الاستثمار. وده الحقيقة النهج اللي انتهجته الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية، سواء في بنية تحتية أو حتى في تقديم الخدمات المختلفة لتسهيل على المستثمر، سواء المستثمر الداخلي أو المستثمر الخارجي أو الأجنبي، وكيفية تحديد النظرة
إلى مصر. تمام، إلى جانب أن مصر مهتمية كمان بقطاع الخاص وبأن يعلى شأنه ويبتدي يبقى له مجالات استثمارية مختلفة، وشفنا في موضوع تنمية رأس الحكمة دخول العديد من المستثمرين يعني يعتبروا القطاع الخاص، وده مع الاهتمام دور الدولة بوثيقة ملكية الدولة وإتاحة الفرصة للمستثمر الخاص إن هو يكون له دور في التنمية الاقتصادية بالنسبة للدولة المصرية، إلى جانب إتاحة البنية التحتية الأساسية في البنية التكنولوجية اللي مهتمية طبعا بأن يكون في تقنية عالية جدا بتساعد المستثمر على إتمام العملية الاستثمارية بسهولة ويسر، حتى أن يعني منظمة المؤتمر الأمم المتحدة أشادت بالجهود التي تبذلها الدولة على الرغم من التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تمر بها معظم دول العالم. تمام، طيب دكتورة حنان، كيف يمكن أن تستفيد الدولة المصرية من هذا التقرير؟ ما هي الفرص اللي مفروض من المفترض أن هي تراهن عليها وتستغل هذا التقرير إفريقيا وإقليميا أقصى استفادة ممكنة؟ تمام، طبعا احنا شفنا في من خلال المؤتمرات المزدوجه اللي بتعقدها مصر مع العديد مع الجهات المهتمه بالاستثمار، شفنا في اخر مؤتمر اللي هو المؤتمر الاقتصادي المشترك ما بين مصر والاتحاد الاوروبي الترويج للعديد من المشروعات المتواجده داخل الاراضي المصريه، بل ان هي توصلت الى اتفاقيات لان تكون هذه المشاريع تظهر الى حيز النور في الفتره القادمه، طبعا في استثمارات ومؤتمرات بتعقد ما بين مصر ودول زي دول عدم الانحياز، وكان اخرها تواجد رئيس جمهوريه صربيا في مصر للاتفاق على العديد من البنود الاستراتيجيه لتنميه العلاقات الاقتصاديه المصريه الصربيه، الى جانب طبعا التعاونات المصريه الخليجيه، وعايزين نقول ان مصر دولة السلام وهي لا تتدخل في أي شؤون خارجية أو داخلية لأي دولة أخرى، مما يجعلها ضمن الدول المختارة لتنمية الاستثمارات في الأراضي المصرية. يعني ده بيبقى يعتبر إقليميا ودوليا وأفريقيا إن شاء الله. طيب هل احنا محتاجين محفزات أكتر تبنى على التقرير وتصنيف مصر كوجهة استثمارية ثانية في أفريقيا أو أولى في القارة الأفريقية؟ المزيد من الترويج للمشاريع المصرية الداخلية، المزيد من الإتاحات للمستثمر المحلي لأن هو خير من يقول على سهولة الاستثمار داخل الأراضي المصرية، يعني احنا شايفين ان هو في قضاء على البيروقراطية بس استمرار في إتاحة الفرص وسيادة القانون والاهتمام بالفرص الواعدة وإتاحتها للمستثمر المحلي هيكون أكثر دليل وأكثر تحفيز ودعاية للمستثمر الخارجي، ده إلى جانب تنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع عديد من الدول مما يجذب الاستثمارات الأجنبية للأراضي المصرية، وشايفين طبعا أن بقت معظم المناطق المتواجدة داخل مصر متاحة للاستثمار فيها، وده اللي أعطى وجهة النظر الاقتصادية الجيدة، والحمد لله إحنا يعني نعتبر الدولة شغالة في العديد من المجالات، مجالات سياحية، مجالات تشييد وبناء، مجالات تتعلق بالصناعات الكيماوية، توطين الصناعات المختلفة، فده كله بيتيح فرص متنوعة للمستثمر أن يجد ضالته في الاستثمار داخل الأراضي المصرية. حضرتك اتكلمت عن ثلاث دول أو ثلاث قطاع، يعني مجموعات من الدول كان لهم فرص استثمارية في مصر، اتكلمت عن الجانب الأوروبي واتكلمت عن الاستثمارات الخليجية واتكلمت عن استثمارات دول عدم الانحياز. برأيك يا دكتورة حنان إيه هي القطاعات اللي ممكن نسوقها لكل مجموعة من هذه المجموعات؟ طبعا على حسب احتياج كل مجموعة، ولكن اللي بيظهر على السطح في الوقت الحالي هو الطاقة. الطاقة هي الطاقة أوروبيا، يعني لو السياحة خليجيا، لو الطاقة أوروبية الطاقة طبعا أوروبيا مهمة جدا جدا، زي ما حضرتك بتقول السياحة والإسكان الفندقي والعقارات والنشاط اللي يتعلق بالتشييد والبناء ده طبعا خليجيا. أفريقيا الاهتمام بتنمية الثقافات والمهارات والتدريب ومساعدة هذه الدول على اكتشاف يعني ثرواتها واستخدامها الاستخدام الأمثل من خلال القيمة المضافة، ليس من خلال أنه هو يصدر المنتج بشكله الخام، لأنه طبعا
بشكله الكامل، ما بيحصلش على مكاسب، وبيبقى بعد ما بيجي يستورد هذا المنتج من الخارج بيتكلف تكلفة كبيرة جدا. فلو يعني التعاونات بتبقى تعاونات مزدوجة في هذا المجال. وقريت أكتر من تقرير على دخول مصر في العديد من المباحثات لتنمية موضوع يعني تنمية القيمة المضافة للصناعات داخل أفريقيا، ومن خلال الاتفاقات التجارية ما بين مصر والعديد من الدول سواء شرق أفريقيا، غرب أفريقيا وجنوبها. فده طبعا هيبقى له مجال جيد، وهيتيح لمصر المزيد من الصفقات الاستثمارية، مما يحافظ على مركزها لسنوات قادمة إن شاء الله. شكرا لك يا دكتورة. دكتورة حنان رمسيس المحلل المالي حدثتنا عن تصنيف منظمة الأونكتاد كأفضل وجهة استثمارية في أفريقيا.